السلام عليكم خوتي الاعزاء، كنتمناكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم على التتبع ديالكم معنا في قناة ايموبيلي طونجي. خوتي، كاين هاد ابارطومون اللي للبيع، ابارطمون بشمشة ومهوية كتباع بالاتات ديالها، واللي بغاها بلا اتات حتى هي مرحبا. خليكم معايا في الفيديو باش غادي نصوروها، نعطيكم معلومات، نعطيكم كلشي بالتفاصيل. اخوتي فيها ثلاثة ديال البيوت بالكراج ديالها، عندها جوج ديال الواجهات بالبالكون بالتيراسه ديالها، بارتمان غزاله ما شاء الله تبارك الله. اخوتي بسم الله، هذه الداخله ديال البارتمان، مساحه متسعه تبارك الله 164 متر بالكراج. هنا كاين الصالون، الصالون متسع تبارك الله، بارتمان بشمشه كتواجد حدا اوتيل امنيه. الاتات باقي جديد فيها كما لاحظتوا معايا اخوتي، هنا كاين الصالون، الصالون كبير ومتسع تبارك الله. خليكم معايا اخوتي العزاز، هنا كاين كوزينه مطبخ، خليكم معايا باش غادي نصوروها كامله اخوتي العزاز. هاي ابارتمان غزاله تبارك الله، ومساحة متسعة 164 متر بالبالكون تيراسة ديالها، مهم مستوى النقاوة الله يبارك اخوتي. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو بالبيت الاول. هاد البيت الاول كيطل لنا التيراسة، تيراسة كبيرة تبارك الله. هانا اخوتي العزيز، هذا البيت الاول، هذا البيت الثاني، هاد البيت الثاني كيصافي التيراسة، التيراسة واحد الجلسة مزيونة فيها كما قلتكم. بارطمان عندها جوج ديال الفرشادات، جوج ديال الواجهات، هنا كاين الحمام، الحمام بانيو ديال الدوشة. بارطمان مصلوحة ونقية غزالة في مستوى الله يبارك اخوتي، في صالة غزالة فيها. هنا كاين البيت الثالث، يعني ثلاثة ديال البيوت. هذا البيت الثالث في وسط منو كاين واحد الحمام، هذا البيت اخوتي كيخرج لنا لواحد البالكون، كيصافي من البالكون. كاين هنا واحد ماريو مفيكسي في الحيط، ماريو ديال الملابس. كما قلت لكم اللي بغاها بالاتات مرحبا، واللي بغاها خاويه بالاتات حتى هي مرحبا. هنا كاين البالكون، واحد البالكون، خليكم معايا اخوتي الاعزاء، ها البالكون تما. دائما اخوتي تبعوا الفيديو حتى الاخر باش كتفهموا المعلومات وكتفهموا كلشي بالتفاصيل، المساحه، الثمن، العنوان، كتفهموا كلشي. على خوتي عند ضوفة جوج ديال الواجهات، بيت تبارك الله كبار ومتسعين. بارطمان بشمشة ومهوية كما لاحظتوا، ما كاين لا برودة لا غمولية لا والو. مية وربعة وستين متر كما لاحظتوا معايا اخوتي العزاز، هذه الدخلة ديال البارطمان من هاد الاتجاه هذا، يعني كل طبقة فيها خمسة ديال البارطمات، أغلبية ديالهم ولينو معايشين في أوروبا. كما لاحظتوا العمارة فيها الهدوء وكال، مكينش الضجيج، كتواجد العمارة حدا أوتيل أمنية، قريبا بلايا، قريبا مارينا باي، قريبا ماكدونالد، هيلتون، النجمة، موقع رائع، أحسن موقع سونتر فيلا خوتي. تما كاين البيت الاول، هنا كاين البيت الثاني، هي جوج ديال البيوت. هنا كاين الحمام، وهنا كاين البيت الثالث، هي ثلاثة ديال البيوت. هذا البيت الثالث فيه كاين الحمام، ها اخوتي،
هنا كاين واحد ماريو قسم الملابس ديالك. كما لاحظتوا اخوتي هذه هي الارضيه ديال البارطمان. مهم بارطمان غزاله تبارك الله، سعدات ولا تكتب له هاد البارطمان هادي. انا اخوتي العزاز دابا خليكم معايا باش غادي ندخلوا للكوزينه، غنصوروا الكوزينه وغنخرجوا للتيراسه، يعني غنخرجوا للواجهات الثانيه. دابا صورنا الواجهه الاولى هي هذه، بارطمان مشمشه كما لاحظتوا الشمس كتشرق وتغرب فيها. السقف ديالها خليكم معايا اخوتي. هنا يا اخوتي العزاز كاينه الكوزينه، كوزينه تبارك الله كبيره ومتسعه. انا اخوتي العزاز كما لاحظتوا هنا كاينه الثلاجه ماركه اللي ممتازه بوش، يعني اللي بغاها بالاثاث. دابا انا غنعطيكم الثمن، غنعطيكم الثمن خاويه بلا اثاث، وديك الساعه اللي بغاها بالاثاث عاود مرحبا. هنا كاينه التراسه اخوتي تبارك الله، شوف قداش التراسه. تم الفطور ديالك بغيتي تتغدى هنايا. دابا هذه الواجهه الثانيه، ها الواجهه الثانيه، هاد التراسه هذه كتصفينا من البالكون. عفوا كتصفينا هاد البيت، هذا البيت ديال النعاس. ها انا اخوتي العزاز بغيتي تصافي من تما البيت، بغيتي تصافي من هنايا الكوزينه. ها خوتي العزاز الثمن، الثمن 18000 درهم للمترو، المساحه 164 متر، يعني كتجي 295 مليون و2000 درهم. هذه المعلومات اخوتي، الا كان شي واحد شاري، شي واحد يكون معقول بصح شاري فلوسه واجدين، مرحبا نعملوا موعد مع مول الدار وتجي تشوف الدار وما يكون غير الخير ان شاء الله. اخوتي العزاز هاد الثمن اللي عطيتكم خاويه بلا اثاث، واللي بغاها بالاثاث مرحبا. هانا اخوتي العزاز بارطمان بالكراج ديالها، هذا الكراج ديالها، الرقم ديالو 24، العماره فيها مصعد، جوج ديال الاسانسوريس اللي فيها، العماره نقيقيه، ساكن فيها الناس مزوجين بعائلتهم، ناس محترمين، اغلبيه الناس الجاليه فيها، يعني العماره هادئه ما فيهاش الضجيج، ولينا كيجيو مره في عامين مره في 3 سنين. اللي بغى يفوز بها مرحبا اخوتي العزاز، الرقم الهاتف هو اللي كاين في الشاشه.